سلام مرحب معكم وسام أيسر وحكم أيمن من قناة وسام أيسر وحكم أيمن. سوف يكون تحدينا اليوم والجمباز. هناك أربع جولات وهناك في آخر المقطع عقاب. العقاب سوف تعرفونه في آخر الفلوق. أولا اضغط على زر اللايك واشترك في القناة وحط وادعس على سنكرابت وفعل جرس التنبيهات عشان يصلك كل اشي جديد. يلا الان سوف تكون الضغط. اول وحدة الضغط، ثاني اشي الجمباز، ثالث اشي الجمباز، رابع اشي اللي هي اذا تتشقلب وتقف عليه. ابدأ الجولة الاولى. أنا 14 يكون في عنا 60 ثانية وسوف نحط الستين ثانية. ابدأ. وفزت هالمرحلة الأولى. قديش؟ 14 ثانية بالضبط. الآن دوري في لعب الضغط. يعني دقيقة كاملة معي. الآن بداية الخطوة. طيب هي هذا هو اللي جدنس. يلا اضغط ابدأ. واحد اثنين ثلاثة. اي 26 اف مش مشكلة. والآن مع الجولة الثانية. ابدأ يا سام. الثانية تكون حركة متلففة واحنا في 10 ثواني. سوف تكون 10 ثواني. نبلش. يلا ابدأ. إذا ما زودت النشي 4 مرات بتخسر. خلاص خسرت المرحلة الثانية. خسرت منها. الآن دوري. سوف أسويها 4 مرات. 10 ثواني. استنى تبلاش. 1 2 3. خسرت. قديش؟ يخرب بيتك فوز خاب. لا والله خسرت. يوسف بقت 10. اسمع اكتبوا لنا في التعليقات انه خسر. سوف اريكم انه هو خسر لانه سوف تكون اجري لفوق. هو اجري هنا. الى نقطة نقطتين نقطة. هو اذا نروح ضيعش وقت. الجولة الثالثة هي جهد عضلي. سوف نطلع إذا هذا ونبلش هكذا. 5 ثواني. كم ما نسويها؟ مرتين. لا ثلاث. يلا 1 2 3. تطلع 10 رفوف. خلاص خسرت. خسرت المرة الأولى. الثانية مرتين خسرت وحطها نقطتين ونقطة. هذا هو 1 2 3. خلصت. 4 ثواني الوقت. الجولة الثانية هي آخر جولة. هي آخر جولة من الجمباز. سوف تنط على هذا التخت ثم إلى هذا التخت وتكون المرحلة شقلبة. ومعك 4 ثواني. 1 2 3. 1
ده وقتك. خلص خلص خسرت الجولة الرابعة. والعقاب سوف يكون لي. لي العقاب. ماذا سنفعل في هذا العقاب؟ هو العقاب 13 كفا على الرقبة. لا استحمل انا. خسرت. ارجوك لا تعيد. ده مرة اخرى معنا. يلا. صرنا طيب وكنا. وشكرا.